بسم الله الرحمن الرحيم، بنستكمل مع بعض المحاضرات الخاصة بمادة الكمبيوتر نتورك. طبعا زي ما احنا اتفقنا ان احنا بنشرح شابتر معين من الكتاب بتاعنا بتاع داتا كوميونيكيشنز اند نتوركينج لفورزن. فالشابتر اللي هنشرحه النهارده هو شابتر 7. يبقى احنا ادينا شابتر 1 وشابتر 2 وشابتر 3 من الكتاب، والنهارده بندي شابتر رقم 7 عندنا اللي هو بعنوان ترانسميشن ميديا. يبقى الشابتر شابتر 7 عندنا اللي هو بعنوان ايه يا جماعه؟ ترانسميشن ميديا. برضك ترانسميشن ميديا ده بيعتبر الكلام على الفيزيكال لاير. احنا في شابتر 3 اتكلمنا على الداتا اند سيجنالز، اتكلمنا على الاشارات والبيانات اللي بتتنقل، ركزنا على الجزء ده، ما ركزناش على الكيبل، ركزنا على الإشارة لما بتتنقل بيحصل فيها إيه، لأن دي بتهم المهندس أو ومهندس شبكات برضو يبقى فاهم. إنما المحاضرة بتاعت النهاردة شابتر 7 بتهم الحاجات الفنية، الفنيات بقى الفني بيهتم بيها، بس ما فيش ما يمنع إن المهندس يبقى فاهمها. المهندس لازم يفهم كل حاجة. المهندس ده المفروض بيعتبر فني زائد فاهم في الهندسة. فالشابتر ده هيكون تركيزه اكتر على الاجزاء الفنيه في الفيزيكال لاير، ماشي كده؟ طيب تعالى بقى نقول نشوف هنقول ايه مع بعض. دلوقتي عندنا الترانسميشن ميديم، احنا عندنا هنا زي سندر وريسيفر بفكرك، وما بينهما الكيبل، كابل. المفروض ده بيمثل الترانسميشن ميديم. الكيبل ده قد يكون كيبل او اير. كيبل لو كان ده وايرد، اير لو كانت الترانسميشن بيتم وايرلس. يبقى كيبل لو الترانسميشن بيتم وايرد بسلك، في سلك ما بينهم، لو ما فيش سلوك يبقى الترانسميشن ميديا عباره عن ايه؟ الترانسميشن ميديا عباره عن اير، اللي هو يعتبر النقل دلوقتي في الحاله دي هو وايرلس. تعال نشوف التقسيمه بقى بتاعتنا بتاعت الترانسميشن ميديا. بيقول لي ان انا متقسمه لوايرد ووايرلس. قد تكون الترانسميشن ميديا وايرد او وايرلس. طب وايرد دي اللي هي ايه؟ بنقول عليها جايدد. بنكمل كلامنا يا جماعه، معلش في جزء قطع بس مننا، اللي هو دلوقتي بنقول ان الترانسميشن ميديا عندنا في عندنا الجايدد وفي عندنا مين؟ الان جايدد. الجايدد بتمثل الوايرد، والان جايدد بتمثل مين يا جماعه؟ الوايرلس. يعني مفيش سلك، مفيش كيبل موجود، فبنقول جايدد ليه؟ يعني جايدد يعني موجه، بيتوجه في السلك، ماشي مع السلك، السلك كانه اللي بيوجهه، بتمشي في الخط بتاع السلك. طب والانجايدد مش موجه، مفيش توجيه. طب والجايدد ده هنتكلم على ثلاث حاجات: التويستد بير كيبل، نوع الكيبل اسمه تويستد بير هنتكلم عنه، وهنتكلم على الكوأكسيال كيبل، وهنتكلم على الفايبر اوبتيك كيبل، الكابلات الفايبر. طبعا سمعنا عنها هنناقش فيها برضه. انما بالنسبه للانجايدد في عندنا الفري سبيس وهنتكلم عنها. يبقى الترانسميشن ميديا في جايدد وفي انجايدد. بالنسبه للجايدد في عندنا التويستد بير كيبل، وفي عندنا الكوأكسيال كيبل، وفي عندنا الفايبر اوبتيك كيبل. بالنسبه للانجايدد في عندنا الايه؟ الفري سبيس. ففي عندنا دلوقتي لما نيجي نتكلم على الجايدد ميديا، يعني الاتصال ما بين جهاز والجهاز بيبقى فيه كيبل ما بينهم. في عندي التويستد بير، وفي عندي الكوأكسيال، وفي عندي مين؟ الفايبر اوبتيك. خلاص؟ عايزين بقى نتكلم على كل واحد على حده. ايه هو التويستد بير؟ ايه هو الكوأكسيال كيبل؟ ايه هو الفايبر اوبتيك؟
ادي اول نوع اللي هو التويستد بير. التويستد بير زي ما احنا شايفين كده، ان انا عندي السلكين ملفوفين على بعض بهذا الشكل بير، لانهم زوج من الايه، من الكيبل، زوج اهو وتويستد ملفوفين بهذا الشكل اللي قدامي. طبعا احنا عارفين بتبرم زي ايه السلكين، بتلفهم، بتقعد تلف السلكين بهذا الشكل. طبعا بيبقى السلكين نحاس كوندكتور ملفوف حواليهم عازل اسمه انسوليتور، اللي هو العازل، في عازل عشان ما بيبقى الكهرباء ماشيه، بيبقى في عازل ما فيش حد يتكهرب نتيجه السيران الطايره في هذا الكيبل. يبقى هو كوندكتور تو بير، يعني زوجين من الكوندكتور، بس محطوط حواليهم عازل وملفوفين بالشكل اللي قدام. طب في واحد هيسأل، طب ليه البير من الكيبل دول مش معمولين بارلل، لازم الفهم بهذا الشكل اللي هو التويستد ده، الشكل اللي قدامي ده تويستد بير؟ في اسباب. اهي مكتوبه عندك في السلايد الاسباب. السبب لو كانوا التو واير بارلل مشكله، ده اللي مكتوب عندي في السلايد وممكن اسالها لك في الامتحان. الافكت اوف تويستنج، ايه تاثير ان انا عملت عمليه البرمه اللي احنا شفناها، ان احنا برمناهم مع بعض بالشكل اللي شفناه في السلايد اللي فاتت؟ قال لك لو هما بارلل، يعني حطيناهم مع بعض بارلل مع بعض متوازيين، قال لك تاثير الانوانتد سيجنال. ايه الانوانتد سيجنال؟ لسه قايلينها في المحاضره اللي فاتت، النويز مش ذا سيم، از نوت ذا سيم في البوث واير. يعني لو هما بارلل هيبقى تأثير النويز مش نفس التأثير في السلكين. ليه؟ لأن هما at different locations، يعني هما على لوكيشن مختلفين عن بعض في اللوكيشن في الموقع relative to the noise، بالنسبة للنويز أو الكروس توك سورسز أو المصادر بتاعة الكروس توكينج. يعني one is closer and the other is farther، يعني واحد مثلا قريب من المصدر واحد بعيد عن المصدر، فتأثير النويز لما يكونوا مش ملفوفين على بعض البير من السلوك دول، واحد ممكن يبقى قريب واحد يبقى بعيد، فالنويز تأثيرها مختلف. دي بتنتج عنها اختلاف عند الريسيفر فبيعمل لي مشكلة. طيب ان انا دلوقتي ما اقدرش ان انا اكنترول على النويز اللي موجودة، قال لك بقى لما تيجي تعمل تويستنج للبير بيحصل توازن، بتحافظ على التوازن. فور اكزامبل نفترض في وان تويست واحد منهم في وان واير از كلوزر تو ذا نويز سورس والاذر از فارذر، واحد قريب من مصدر النويز واحد بعيد عن مصدر النويز، خلاص؟ فبيقول لك كده، فبيقول لك ان وان تويست وان واير از كلوزر تو ذا نويز سورس اند ذا اذر از فارذر، ان ذا نيكست تويست في اللفه الثانيه الريفرس از ترو، يعني هيحصل العكس. يعني انت دلوقتي لو الاولاني هو اللي قريب من المصدر والتاني بعيد عن مصدر النويز، في اللفه الثانيه ما هم مبرومين حوالين بعض. يعني هو كان زي ما انت شايف كده اهو، ان في البرمه الاولانيه ده عالي عن ده، فلو ده كان قريب من النويز وده بعيد، في المره الثانيه هيبقى ده بعيد وده اللي قريب، المره الثالثه ده هيبقى ده اللي بعيد وده اللي قريب، خدت بالك؟ فكل شويه بيعملوا ايه؟ عمليه توازن للنويز، للان وونتد نويز. تويستنج ميك ات بروبابل ان البوث واير، بيبقى محتمل ان السلكين بيتاثروا بنفس التاثير بالاكسترنال نويز. ده معناه ايه؟ ان الريسيفر اللي بيكالكوليت الديفرنس ما بين الاثنين ريسيف نو ان وونتد سيجنال، لان حصل توازن. لما جه هما الاثنين قد بعض ومطروحين من بعض، هو بيستقبل الديفرنس، فبالتالي لما استقبل الديفرنس ده تستقبل زيرو انوانتد وده مطلوب. فالحركه بتاعت ان انت تلفهم دول، يعني انت جرب كده جهازين جيت توصلهم ببير من الكيبلز، هو لازم يبقوا بير زوج من الكيبلز، لو انت حطيتهم ان بارلل هتلاقي النويز عاليه جدا والريسيفر بيستقبل السيجنال فيها مشكله، في unwanted noise، في unwanted signal، في noise كتير. لما يجي يبروبهم لازم تلاقي برامها كده، يحصل ان ايه؟ يقلل الافكت بتاع النويز، لان هم بيكونوا بيحصل بالانس في unwanted noise، فبالتالي الديفرنس ما بينهم بيبقى بزيرو، بيحصل بالانس توازن، يبقى unwanted signal canceled out. طبعا
عدد النمبر اوف تويستس بير يونت اوف لينث مثلا في الانش هي سام افكت اون ذا كواليتي اوف ذا كيو، يعني عدد ده دراسه اخرى لعدد التويستس البرمه اللي انت عاملها بالطريقه دي لكل وحده لينث لكل انش ليها افكت ليها تاثير على الكواليتي اوف ذا كيو، لان ممكن واحد لما يجي يعمل التويستنج يعمل عدد تويستس كتير، واحد تاني يعمل اكتر، واحد تالت يعمل اكتر، فده كله بيأثر على الكواليتي اوف ذا كيبل. الانواع بتاعتها هنا اليو تي بي والاس تي بي، في شيلدد وفي يونيفرسال. يعني ايه؟ يعني زي ما انت شايف كده، يا اما تشيلد بي التويستد بير بميتال بتغطيها بطبقه من الميتال وزائد طبقه البلاستيك الاصليه، يعني هو في بلاستيك اصلا بلاستيك كفر وتحط عليه ميتال بقى تشيلدد تويستد بير، ودي ان شيلدد تويستد بير ازاي؟ ما فيهاش التويستد بير، ما فيهاش قصدي سوري الميتال تشيلد، ما فيهاش الغطاء من الميتال، فدي ان شيلدد تويستد بير ودي شيلدد تويستد بير اللي هي اس تي بي. الشيلدد بالميتال حاطط ميتال كده، يعني العازل البلاستيك بلاستيك كفر او الكفر البلاستيك الغطاء البلاستيك من الكفر البلاستيك معاه ميتال شيلد فبقى اسمه شيلد تويستد بير. هنا ما عندوش الكفر اللي هو الميتال شيلد ده، البلاستيك كفر ده ملوش الميتال شيلد دي، فبالتالي ده بيسموه يو تي بي. يبقى في عندي نوعين من التويستد بير، اليو تي بي والاس تي بي. الفرق بينهم ان في اليو تي بي في بلاستيك كفر بس كفر من البلاستيك، انما في الاس تي بي كفر البلاستيك معاه ايه؟ معاه الميتال شيلد زي ما احنا شايفين. طب نشوف كده كاتيجوريز جدول تصنيفات دي بس بالنسبه للايه؟ المستعمل الان شيلدد كتير بكثره الايه هو الان شيلدد تويستد بير اللي هو مش شيلدنج. ده بيقول لك الان شيلدد تويستد بير اول حاجه رقم واحد في الكاتيجوري ان شيلدد تويستد بير اللي مستخدم في التليفونات. التليفون خلي بالك النظام بتاع التويستد بير ده احدى الابلكيشن ليه في التليفون. في التليفون بيقول لك الداتا ريت بتاعته، يعني ايه الداتا ريت؟ قلناها ذكرناها بقى لما شرحنا الداتا ريت، او ده الفرق بين الفني والمهندس. الفني ممكن ما يفهمش المعنى بتاع الداتا ريت اللي هي سرعه نقل البيانات عدد البيتس بير سكند، فبيقول لك لما تكون اقل من 0.1 ده في التليفون ده اسمه ان شيلدد تويستد بير. بس بتستخدم في التليفون لو كانت سرعة نقل البيانات أقل من 1/10، يعني سرعة قليلة. طب لو السرعة زادت وصلت لـ 2 ميجا 0.1 ميجا، 2 ميجا ده اسمه إيه؟ تي لاينز زي الترانسميشنز لاينز. طب في اللان حسينه بقى لما بتزود السرعة بالنسبة لللان، إيه اللان ده؟ اللوكال أريا نتورك، يعني عندك شبكة مجموعة من الأجهزة متوصلين ببعض بكيبل، الكيبل ده برضه تويستد بير بس بيمتاز بإن سرعته أعلى، يعني ما ينفعش تستخدم فيه كابلات التليفون لان كابلات التليفون سرعتها اقل، الكابلات اللي في الان بتبقى سرعتها اعلى. خلاص في لان عالي اسمه توكن رينج بيستخدم بنظام اسمه التوكن رينج نتورك بيبقى اعلى برضو. في برضو كيبل واير 24 اي دبليو جي اسمه كده ويز جاكيت اند اوتسايد شيلز بيبقى السرعه اعلى، كلها مزايا سرعات اعلى بياخد 100 ميجا بيتس بير سكند. خلاص ده الكاتيجوري الخامس، هو في ارقام للكاتيجوري، في اكستندد للكاتيجوري الخامس، كل تصنيف بيزيد عن اللي قبله في السرعه بس كلهم شغالين في اللان. الاكستنشن اكسترا فيتشر بتقلل الكروس توك وبتقلل الالكتروماجنتيك انترفيرنس وبتبقى سرعه عاليه. في الكاتيجوري كل كاتيجوري ليها رقم، الكاتيجوري السادسه ماتشد كومبوننت، الكيبل ماست بي تيستد 200 ميجا بيتس بير سكند داتا ريت. السابعه بقى اللي هو الشيلدد بقى بيبقى سرعته عاليه قوي الشيلدد، يبقى فرق الان شيلدد عن الشيلدد ان السرعه عاليه جدا في الشيلدد عن الان شيلدد. خلاص وبيديكريز بيبقى فيه الافكت بتاع النويز والكروس توك بيبقى قليل جدا. تعالى بنشوف الكونكتور. طب انا دلوقتي لما بكونكت بعمل كونكشن اليو تي بي ده لما بيدخل في الجهاز السلك بتدخله في الجهاز مش لازم ليه كونكتور
ولا بتدخله كده السلكتين تدخلهم، لا لازم يدخل على كونكتور، لان على اساس ما يحصلش مشكله الكهرباء ما تفصلش فجاه من الكيبل. يبقى لما يدخل على الجهاز في كونكتور. ايه تعريف الكونكتور؟ الطرف اللي بيوصل ما بين الجهاز والكيبل. حد شاف الاشكال دي بقى اللي هي اليو تي بي كونكتور ده من اشكالها؟ اللي بتدخله على التليفون، في اللي بتدخله على التليفون اللي ليه بتاع كده دوت، اللي بتدخله على التليفون بتاعك الحراره. طبعا الناس مثلا اللي عنده دي اس ال عارف عنده تليفون وحاطط فيه الخط بتاع الحراره اللي بيوصل على التليفون مباشره، خدت بالك؟ وبيوصل على اللان اللي هو كارت اللان بتاعك، بتدخله مثلا على، ممكن بتدخله على الكمبيوتر عندك، مع ان احنا اغلبيه الراوتر عندنا شغالين وايرلس، بس في ناس بتوصل ما بين الراوتر والجهاز عشان تبقى ايه، تبقى العمليه واير، فيعني تديها سرعه احسن وافضل. فلما بتكون كده بيعمل عمليه زي لو تسمعوا عنها ازاي تعمل، بتقرج، عارفينها بالالوان؟ حد جرب مثلا يجيب القراجه ويقرج الالوان وليها ترتيب معين؟ هو ده مش موضوعنا، يمكن تاخدوها في العملي مع المهندس نصير، واخدين بالكم؟ فهي برضو شكلها هنا في نوع الفيميل ونوع الميل. الفيميل اللي هو بيبقى ايه؟ اللي فيه الفتحه اللي بتدخل فيها، الميل اللي هو اساسا اللي بتدخل من خلاله. يقول لك الصنايعي بقى يقول لك ايه ذكر وانتايه، هو بقى ولا فاهم ايه ذكر، هو بس فاهم شكلهم لكن مش فاهم حاجه اكتر من كده في الموضوع، يعني ايه على اضيق الحدود يعني. فطبعا هنا بيقول لك ان هو بيبقى 8 فتحات هنا من 1 ل 8، كل فتحه كده بتتحط لها سلكه بلون، ده في الفيميل. وهنا الميل اهي برضو بيبقوا داخلين كده 8 فتحات بتدخل بالميل، بتدخل الفيميل بتستقبل ان حاجه تدخل لها. بيتسمى ده مثلا ار جي 45 فيميل والار جي 45 ميل، ده الكونكتور. يبقى انواع الكونكتور المستخدم اللي بيوصل الكيبل بالجهاز اسمه اللي هو بالنسبه لليو تي بي الار جي 45 فيميل والار جي 45 ميل، ودول اشكالهم. الاداء بتاعه قال لك بالنسبه الفريكوانسي مع مين؟ الاتينيويشن، زي ما انت شايف كده الفريكوانسي والاتينيويشن زي ما احنا شايفين كده، حسب الديامتر الجيج والديامتر. الجيج ده زي النسبه، الديامتر بتاعي بالانش. من الملاحظ كده ادي الديامتر بتاعتي بوينت او 403، اللي بعدها بوينت او 23، بعدها بوينت او 2، يعني الديامتر كده من تحت خالص من هنا دي اعلى ديامتر. ملاحظ ان الاتينيويشن قليله عن الايه، الكيرف اللي بعديه، الكيرف ده اعلى فالاتينيويشن اعلى. وزي ما انت شايف كل ما الفريكوانسي بتزيد، الاكس اكسس الفريكوانسي بتزيد، ان جنرال الاتينيويشن بتزيد. يعني كل ما التردد اللي انت شغال عليه دوت بيزيد، انت شغال على فريكوانسي معين في نقل الاشاره بتاعتك، انت شغال على فريكوانسي معينه، فالفريكوانسي ديت لما بتعلى بتلاقي ان مين، الاتينيويشن بتعلى. انت بتنقل الاشاره من خلال تردد معين، في تردد بيشتغل عليه، شغال على تردد قد ايه؟ تردد كل ما يعلى معاك اللي بتنقل من خلاله الاشاره، خدت بالك؟ اللي بتنقل من خلال الكيبل بتنقل من هنا لهنا، شغال على تردد معين. التردد دوت لو عالي كل ما يعلى الاتينويشن يزيد، فالاحسن ان التردد يبقى قليل عشان الاتينويشن يبقى قليل. وفي نفس الوقت بقى الديامتر بتاعك بتاع الايه؟ اليو تي بي ده ليه ديامتر، السلك ده ليه ديامتر. طبعا الديامتر بتاعه دوت المفروض انه صغير قوي. كل طبعا ايه، لما بيكون كبير شويه بيبقى ايه الاتينيويشن قليل. اهي الكيرف بتاع البوينت او 403 ديامتر غير بتاع البوينت او 2 3 2 0، ده اعلى منه بوينت 2 لما الدايمتر قلت الاتينويشن اعلى. الاتينويشن هنا ايه في البوينت او 159 اعلى بكتير. طبعا هنا
هو بيقول لك ان الابليكيشنز تاني بنكرر التويستد بير كيبل ده بيستخدم في خطوط التليفونات عشان تو بروفايد فويس اند داتا شانل. اللاين اللي بيكونكت السبسكرايبر المشتركين للسنترال بيتكون من انشلتد تويستد بير. في بقى يعني المفروض الجزء بتاع التليفون نتورك ده لوحده شغل كامل، يعني في ماده اسمها التليفونات بتشرح هذا الجزء، اللي عايز انترستد يفهمها في شابتر 9 في الكتاب. طيب في خطوط الدي اس ال لاين اللي احنا شغالين بيها دلوقتي في يعني احنا دلوقتي بنتوصل بالواي فاي والحاجات دي كلها عن طريق الدي اس ال. الدي اس ال خطوط الدي اس ال اللي بتستخدم من خلال شركات التليفونات عشان تدي هاير داتا ريت، بتستخدم هاي باندويث، هي ميزتها انها واخده باند عالي، فبتقدر انك انت بتزودك بخدمه الداتا، نقل الداتا ونقل البيانات اللي هي من خلالها بتتوصل بالايه؟ بالتليفون، بتتوصل بالسنترال. يعني الراوتر بتاعك ده لازم بيبقى متوصل بالسنترال، مش انت بتتوصل بخط ارضي معين. ودلوقتي في راوترات هوائيه ملهاش علاقه بالسنترال، بس بتكلم انا على الدي اس ال اللي هو الايه؟ الراوتر الخاص بمين؟ اللي بيبقى فيه رقم الارضي اللي انت بتشترك من خلاله، واخد بالك؟ وطبعا بيبقى فيه شركه بقى معينه الخاطه غير مزود خدمه الانترنت اللي هو الانترنت سيرفيس بروفايدر. انت بتشترك بقى مع تي اي داتا، بتشترك مع موبينيل، بتشترك مع لينك اللي هي شركه داتا لينك، بتشترك مع فودافون، بتشترك مع اتصالات، كل دول مزود خدمه الانترنت. اللي اتاح لك زياده خدمه الانترنت لازم تتوصل الراوتر بتاعك ان انت تكون واصل مع مين؟ مع شبكه، مع التليفون الارضي، فبالتالي توصل بالسنترال عن طريق موضوع التليفون دوت. الميزه هنا ايه؟ انه واخد سرعه عاليه، واخد بالك؟ عشان يقدر ايه؟ يتواصل مع البيانات بتاعت الايه؟ الانترنت. تمام كده؟ ده الدي اس ال لاين. فكل دول ابلكيشن للايه؟ التويستد بير. واللوكال اريا نتورك يعني ممكن انك حضرتك بتعمل شبكه في البيت، عندك مجموعه من الاجهزه بتربطهم ببعض. ابسط مثال اللي معاه جهاز ورابطه بالمونيتور، ما ده كده عامل لوكال اريا نتورك. الجهاز الكيسه متوصله بالمونيتور بس، ده لوكال اريا. موصله ببرنتر يبقى الشبكه وسعها شويه، وصل جهاز برينتر بيها عمل شبكه، خدت بالك؟ الاسلاك بقى اللي انت بتوصل من خلالها بيعتبر زي تويستد بير كيبلز. ماشي. الجزء الثاني بتاعنا هو الكواكسيال كيبل. الكواكسيال كيبل زي ما احنا شايفين زي مثال عليه برضو الشهير والمشهور بالنسبه لك، اللي هو مين؟ اللي هو الكابل اللي متوصل بالريسيفر مع الطبق اللي محطوط عندك فوق السطح. الكابل ده اسمه ايه؟ التويست الكواكسيال كيبل. يبقى الكواكسيال كيبل ده اللي هو الكابل اللي ايه؟ الريسيفر كده محطوط فيه كيبل، انت بتحطه كده في صاموله وبتروح مدخله في مين؟ في الريسيفر. موصله فوق بمين؟ بالطبق بتاعك. الكابل ده اسمه ايه؟ كواكسيال كيبل. اكزامبل على الكواكسيال كيبل. طب هو عباره عن ايه الكواكسيال كيبل؟ برضه كفر من البلاستيك، وعندي عازل اهو، وعندي بقى اوتر كوندكتور وانر كوندكتور، يعني كوندكتور خارجي وكوندكتور داخلي، موصل خارجي وموصل داخلي، وفي عندي كفر من البلاستيك وفي عندي عازل. تمام. فبيقول لك التصنيفات بتاعتهم زي ما اتكلمنا على ان في تصنيفات لمين؟ للتويستد بير. برضو في تصنيفات لمين؟ للكواكسيال كيبل. قال لك ابسط مثال الار جي 59 ده اللي هو الامبيدنس بتاعه مقاومته 75 اوم. بيقول لك كابل التلفزيون، الكابل المتوصل على التلفزيون، خلاص. الار جي 58 برضو فيه الثين ايثرنت والثيك ايثرنت. عندنا الار جي 58 والار جي 11 58 الاثنين مقاومتهم 50 اوم، واحد للثين ايثرنت واحد للثيك ايثرنت. اللي هو الايثرنت ده اللي هو كارت اللان اللي انت حضرتك بيبقى متوصل محطوط عندك على الكمبيوتر اللي انت بتوصل منه، ممكن من خلاله تعمل شبكه لان عندك.
بس نوع يعني ايه المفروض اقوى من مين؟ من التويستد بير. طيب يبقى ده الكوأكسيال كيبل. الكونكتور بقى، طب هو الكونكتور شكله ايه بقى اللي بيوصل لي؟ الكونكتور اللي هو بيوصل ما بين الكيبل والجهاز، يعني الكيبل والجهاز. ما انا ما ينفعش اروح مدخل الكيبل مباشرة على الجهاز، لازم في كونكتور وتروح مقفله بكونكتور وتدخله على الجهاز. ففي انواع من الكونكتور زي ما هو قدامي هنا، في عندي البي ان سي كونكتور اسمه كده، شكله هو شكله معبر، ادي الكيبل والبي ان سي كونكتور، وفي بي ان سي تي وبي ان سي ترمينيتور 50 دبليو، وهنا جراوند واير. دي انواع الكونكتور باشكالها اللي ايه اللي انا بستخدمها بالنسبه للكوأكسيال كيبل. شكل برضو زي ما عملنا، زي ما اتكلمنا في تويستد بير، اتكلمنا على الكونكتور، اتكلمنا على الكاتيجوريز، اتكلمنا على الرسمه بتاعت الاتينويشن مع الفريكوانسيز المختلفة، الترددات المختلفة، برضه هو نفس الكلام. والابليكيشن يعني نفس الكلام قلناه في الكواكسيال كيبل، وجينا قلناه برضه فين؟ اللي جينا قلناه في تويستد بير، جينا قلناه هنا فين؟ في الكواكسيال كيبل. فزي ما انت شايف نفس نفس الحكاية، برضه الديامتر الكبير بيبقى الاتنويشن بتاعه اقل كيرف، او ده الديامتر الكبير. بس طبعا هو عامل الاوتر والانر كوندكتور، انا عندي اوتر كوندكتور وانر كوندكتور، فعشان كده عامل دي على دي. خلاص كده. فطبعا كل ما بيزيد التردد بتلاقي الاتنويشن زي ما قلنا بيعلى، والديامتر كل ما يكون عالي الاتنويشن اقل كيرف، زي ما احنا شايفين الكيرف اللي تحت خالص هنا، الديامتر بتاع الكيرف الثاني الديامتر زاد، الكيرف الثالث الديامتر ايه قل، سوري الديامتر هنا قل، انا اسف، الديامتر هنا قل ان الاتنويشن بتاعي ايه اعلى، لان الكيرف ده اعلى من الكيرف ده. هنا الديامتر بتاعي قل، الكيرف ده الديامتر بتاعي اقل، اقل من ده واقل من ده، فواضح كده ان الاتينويشن اعلى اتينويشن، الكيرف ده الاتينويشن في عالي. لما بقى نيجي نبص بقى لكيرف محدد، الكيرف الاولاني اللي تحت ده، نلاقي مع الفريكوانسي مع الاتينويشن ايه اللي بيحصل؟ لما بنزود الفريكوانسي الاتينويشن بيعلى معايا، الاتينويشن بتاعي ماله بيعلى. طبعا ابلكيشن الانالوج تليفون نتورك، شبكات التليفون برضو بس بايه؟ بخصائص افضل. الكيبل تي في، كابلات التلفزيون بتستخدم الكي ايه؟ الكوأكسيال كيبل. والايثرنت لان برضو، بس تراديشنال ايثرنت لان. طيب دول بس المعلومات اللي انا عايزك تعرفها بالنسبه للكوأكسيال كيبل وبالنسبه للتويستد بير. كل ده كلام على الفيزيكال لير، على الكابلات، انواع الكابلات بنتكلم عليها بشكل سطحي، ما بندخلش قوي في الديتيلز، زي ما قلت لك ان الماده بنعرفك بالمفاهيم والمصطلحات بتاعتها. طيب بعد كده بنتكلم على بيندنج اوف لايت راي، يعني ايه انكسار اللايت؟ ليه؟ تمهيدا لشرح الايه؟ الاوبتيكال فايبر كيبل، الفايبر اوبتيك، ان انا جزء الالياف ايه الضوئيه، لما بنتكلم على الالياف الضوئيه. فحضرتك ايه؟ في معلومات معينه لازم تبقى عارفها. انت هتاخد الاوبتيكال الكترونكس السنه الجايه، هتاخد المعلومات دي تاني هتتاكد ليك هذه المعلومات. بس نتكلم على المعلومات اللي تفيدني او تخدمني. انا لو عندي سيجنال او الضوء مثلا سقط على في سطح معين وراح لسطح تاني، سطح مور دينس، يعني ايه مور دينس؟ يعني كثافته عاليه، انتقل لواحد كثافته قليله، هيحصل له حاجة زي اللي شايفها دي، اسمه انكسار. اسمه ايه يا جماعة؟ انكسار. ان السيجنال دي اللي سيجنال بتاعت الضوء اهي نزلت سقطت على السطح بتاعي اللي هو ده السطح الفاصل ما بين السطحين، لما جت انتقلت للايه؟ للميديم التاني، لقينا انه ما كملش مساره، انكسر عن مساره. الخط المستقيم ده كان المفروض يكمل، لا انكسر. قال لك ده كمعنى علمي جه منين؟ قال لك ان في زاويه اسمها زاويه السقوط، اسمها الاي الانكلينيشن انجل. زاويه السقوط دي بتقيسها ازاي؟ ان بتشوف الايه الاشعه بتاعت الضوء ديت، لما الشعاع بتاع الضوء لما نزل على الخط الفاصل ميله معا الخط الفيرتيكال باي،
قال لك لو الاي دي اقل من زاويه اسمها كريتيكال انجل، الزاويه الحرجه، لو اقل منها يحصل ريفراكشن، ففي تساؤل ايه الزاويه الحرجه؟ هتبان في الايه؟ في الشكل اللي جنبيها ده. الزاويه الحرجه دي بتحصل امتى؟ لما يجي يسقط الضوء يحصل ان الشعاع التاني بدل ما يدخل في الميديم اللي هي الليس دينس، لا يمشي هوريزونتال كده زي ما انت شايف. الزاويه اللي بتحقق ده اسمها كريتيكال انجل، الانكلينيشن اصبحت دي الزاويه الحرجه. فانت من الملاحظ ان الاي اللي فاتت اقل منها، خدت بالك؟ الاي اللي فاتت اقل من الاي دي. طول ما الاي دي اقل من الاي بتاعت الكريتيكال انجل او تساويها، دي عمليه ريفريكشن، لان ده كله ده انكسار للضوء، الضوء انكسر ما مشيش في خطه. طب ايه اللي يحصل بقى لو الانكلينيشن انجل دي زادت عن الكريتيكال، زاويه السقوط زادت عن الزاويه الحرجه؟ يحصل حاجه اسمها ريفليكشن. ريفليكشن يعني ايه بالعربي؟ انعكاس. يعني الضوء هنا نزل كده، الانكلينيشن انجل اكبر من الكريتيكال انجل، فيحصل انعكاس. يعني انعكاس يعني ايه؟ يعني يبقى الضوء في نفس الميديم اللي هو فيه، اهو الضوء في نفس الميديم، في نفس، ما راحش الميديم التاني. والانعكاس يعني ايه؟ يعني مشي بنفس الزاويه، انعكس زي المرايه ما بتعكس. خلاص. يبقى اذا البيندنج اوف لايت راي، يعني ان اللايت راي لما بيجي يحصل لها بيندنج ليها ثلاث حالات. لو الانكلينيشن انجل اقل من الكريتيكال انجل يحصل ريفراكشن، انكسار، والاشعه تروح للايه؟ للميديم الثانيه، تنتقل للميديم الثانيه. هي كانت في ميديا، يعني انتقال الضوء من ميديم لميديم. لو انكلينيشن انجل اقل من الكريتيكال انجل هيحصل الانتقال ده، بس في صوره انكسار زي ما احنا شايفين. لو ساوى الانكلينيشن الكريتيكال انجل تلاقيه هو ايه؟ ما راحش الميديم الثانيه، مشي هوريزونتال كده. دي زاويه الايه؟ الزاويه الحرجه. بقت الاي بتساوي الكريتيكال انجل، ودي حاله ريفريكشن برضه. الريفليكشن بقى بيحصل امتى؟ لو الانكلينيشن انجل زاويه السقوط دي اعلى من الكريتيكال انجل، يبقى ده يحصل ايه؟ يحصل الانعكاس زي ما احنا شايفين كده، الشكل الايه؟ التالت اللي عندي. طيب تعالى بقى نطبق الكلام اللي بنقوله ده على الاوبتيكال فايبر، الالياف الضوئيه. الاوبتيكال فايبر فيها تو ايه؟ فيها ميديم، ميديم يعني ماده وماده، خدت بالك؟ فبنقول كور وكلادنج. الكور يعني الماده الاصليه، والكلادنج المغطاه، يعني كانك دهنتها بحاجه، كلاد يعني تدهن. خلاص كده؟ ففي عندي الكور وعندي الكلاد، يعني ميديم اسمه الكور وميديم اسمه الكلاد. هنا الاوبتيكال فايبر يوز ريفليكشن، هنا حصل ريفليكشن. ازاي حصل الريفليكشن؟ ان زاويه السقوط اعلى من الكريتيكال انجل، فبيحصل انعكاسات داخل الكور، ينعكس 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 لحد ما يوصل للريسيفر. يبقى ده اللي احنا عايزينه يتعمل. يبقى الاوبتيكال فايبر بيعمل الريفليكشن، انا اسف، الاوبتيكال فايبر ده بيعمل الريفليكشن عشان يوجه اللايت ثرو ذا شانل. يعني انا عايز اللايت يمشي من السندر للريسيفر، براعي ان انا عندي ميديم اسمها الكور يمشي داخل الكور، وفي ميديم اسمها الكلاد. هو مش اللايت ما يوصلش للكلاد لو حصل الانعكاس داخل الميديم بتاع الايه؟ الكور. فالجلاس هو معمول من ماده ايه يا جماعه؟ من الجلاس او البلاستيك كور. الكور ده من الجلاس الازاز، ولسه عايزين نتكلم على العيوب. ازاز ده بقى انت اول ما تسمع ازاز تخاف، ان الازاز ده سهل كسره، بس هو المناسب، الماده المناسبه بالنسبه لي. او بلاستيك كور السراوندد، يعني ان انت بتحيطه بكلادنج. الكلاد ده ليس دنس، يعني كثافته اقل من اللايت او بلاستيك. الكلاد اقل في الدنستي، فالفرق في الدنستي بتوع التو ماتيريال، بحيث ان البيم لايت بيموف بيتحرك من خلال الكور از ريفلكتد اوف ذا كلادد انستيد، يعني بدلا من يحصل ايه؟ انكسار ويدخل في الكلاد. يعني احنا مظبطين التو ماتيريال ان الفرق ما بين التو ماتيريال
بحيث ان اللي يحصل ريفليكشن مفيش اي جزء يروح في مين؟ من اشعة الضوء تروح في الايه؟ في الكلاد، لان لو جزء راح في الكلاد هيحصل لوسز، خدت بالك؟ فده اللي احنا بنبقى ايه؟ حريصين ان احنا نعمله. طيب زي ما بنقول يبقى كده اللي حصل ريفليكشن في الكور تام، ما حصلش اي جزء حصل فيه ريفراكشن عشان ما حصلش لوسز. طيب دلوقتي الشكل بقى بتاع الكونستراكشن بتاع الفايبر يعني بقى بيهتموا بيه قوي. خلي بالك الفايبر مشكلته الرئيسيه ان الماده المتصنع منها الازاز، فالازاز ده مشكله انه سهل كسره، فانت بتحوطه بقى بايه؟ زي ما انت شايف المنظر العجيب ده، اوتر جاكيت وبلاستيك بافر وكلادنج كله الهدف الرئيسي منه حمايه الازاز من الكسر. فده الكونستراكشن بتاع الفايبر زي ما انت شايف، هو الشكل معبر، اوتر جاكيت وفي شويه شعيرات كده اسمها دو بوند كيفلر للتقويه، وبلاستيك بافر خدت بالك، واكلاس ده الماده اللي ايه الكور، وفي الكلادنج اللي هو الغطاء الايه ان انت زي ما بتغطيها بالكلادنج اللي هي بتتهنى بالكلادنج. طب الكونكتور يعني هل بقى؟ طبعا الكونكتور قلنا ايه تعريفه، الكونكتور هو اللي بيخلي الكيبل يتوصل بالجهاز، لازم في طرف الكيبل يبقى فيه كونكتور عشان اقدر اوصله بالجهاز، اقدر اعمل انترفيس ليه مع الجهاز. ففي ثلاث انواع اهو زي ما انتم شايفين شكلهم، اس سي كونكتور ادي ده الاوبتيكال فايبر مع شكل الاس سي كونكتور، شكل بيبقى كده زي مستطيل كده، الاس تي كونكتور بيبقى شكل اسطواني، في الام تي ار جي كونكتور، دي اشكال الكونكتور اللي ما بين الفايبر اوبتيك مع الجهاز بتاعك. تعالى بقى بص لي للحاجه اللي كنا برضو بنتكلم عنها زي ما اتكلمنا في التويستد بير والكواكسيال كيبل، اتكلمنا على الاتينويشن مع الفريكوانسي، هنا قال لك المناسب تتكلم على الطول الموجي. هو الطول الموجي ايه علاقته بالفريكوانسي؟ الطول الموجي اللي هو ايه؟ الطول الموجي ايه علاقته بالتردد؟ لمبه 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 بيساوي ايه؟ واحد على اف سي على اف دي على اف سي سي على اف. طيب يبقى هي ماشي، هو عامل بقى الويفلينز، هل هنا باين في علاقه طرديه عكسيه؟ لا، هنا مفيش بقى اللوسز اهي زي ما انت شايف كده مع الويفلينز، وفجاه تعلى وفجاه تنزل، فمش واخده قاعده معينه بعكس مين؟ التويستد بير والكواكسيال كيبل، لما زاد التردد لقينا الاتينويشن بيزيد معايا، هنا بقى اللوسز بيحصل بيقل وبعدين يزيد وبعدين يقل، فمش واخد قاعده معينه، كيرف زي ما اللي انت شايفه بتمشي على اساس. طبعا دلوقتي الابلكيشن تفتكروا هنا ميزه الكواكس ميزه الفايبر اوبتيك في ايه؟ اذا كان ضوء انت بتخلي ضوء يمشي يبقى بتحمل الاشاره على ضوء، يبقى ده معناه ايه؟ يبقى سرعه عاليه جدا، سرعه الضوء واخد ميزه سرعة، وهي دي ميزه الايه الاوبتيكال فايبر، السرعه بس غالي، ممكن واحد ما يكونش عايز السرعه الكبيره دي قوي، لكن في ناس بتحتاجها، الشركات الكبيره والحاجات دي، وبدات التوجهات ان كل الشبكات تشتغل بالايه بالاوبتيكال فايبر دلوقتي، والمدن الذكيه اللي بقى عايزه تتعمل في العاصمه الاداريه وما نحو ذلك، كل دي التوجهات دلوقتي في هذا الايه في هذا النطاق. طبعا هنا هو بيستخدم في الباك بون نتورك، بعض الكيبل تي في كومبانيز ار يوزد كومباينيشن من الفايبر اوبتيكال والكواكسيال كيبل، اللوكال اريا نتورك خدت بالك بتستخدم برضو الاوبتيكال فايبر طبعا لنقل سرعه نقل البيانات بتاعتها. طبعا الادفانتجز اند ديس ادفانتجز مهمه قوي بتاعه الاوبتيكال فايبر. الادفانتجز البند بتاعها عالي جدا، بتشتغل على بند عالي لانها تردد عالي، فالبند العالي سبورت هاير باند زين التويستد بير والكواكسال كيبل، اعلى في الباند. الداتا ريت والباند ويدز احنا قلنا انهم ليهم ايه؟ متلازمين مع بعض، فسرعه نقل البيانات عاليه جدا. خلاص؟ الثاني ليه السيجنال اتينويشن؟ بالنسبه للاتينويشن بتاعتها رغم انها مش ماشيه تبع قاعده بس الاتينويشن بتاعتهم قليله. خلاص؟ الفايبر اوبتيك ترانسميشن ديستانس greater than that
اوف اذر جايدد ميديم، اي مسافات بقى. ليه؟ لان اذا كان الاتنويشن قليل، ما احنا بنخاف في الكيبل، لو الاتنويشن كبير نخاف من المسافه، انك لما تبعته المسافه كبيره الاتنويشن يعلى قوي تموت السيجنال. لا هنا ما تخافش. ليه؟ لان ده بيشتغل على ويميد، بنستخدم مقويات. يعني السيجنال كان ران فور 50 كيلومتر من غير ما تحتاج اعاده جنريشن، 50 كيلومتر من خلال الايه؟ الفايبر اوبتيك. في حين ان التويستد بير والكواكسيال كيبل كل 5 كيلو عايزه عايزه ايه؟ عايزه ريبيتر. الريبيتر ده عباره عن اعاده ارسال عن طريق انك بتعمل مقويات، فكل 5 كيلو بتعمل مقوي في الكيبل بتاعك. انما هنا كل 50 كيلو تقريبا، يعني 50 كيلو ما مش محتاج. فكويس جدا. اميونيتي يعني ايه؟ ضد ايه؟ الالكتروماجنتيك انترفيرنس، التدخلات الالكتروماجنتيك، يعني الايه؟ الكهرومغناطيسيه مش موجوده، الالكتروماجنتيك نويز كان تأفكت الفايبر اوبتيك كيبلز. ماشي؟ ريزيستنس تو كروز ماتيريال، الجلاس يعني مقاومه جامده جدا للماتيريال عن الكبر، بتقاوم اي ماتيريال تبقى معاها عن الكبر. كروسيف زي الدهانات بتاعتها عن الكبر، الكبر يتاثر لكن هي ما تتاثرش. لايت ويت، وزنها خفيف جدا، لايتر زي الكبر كيبلز، يعني كابلات النحاس تقيله. خلاص. طيب بنستكمل الكلام بتاعنا. جريتر اميونيتي تو تيبنج، تيبنج يعني التصنت، يعني هي ضد التصنت بشده. الفايبر اوبتيك مور اميون تو تيبنج، اللي هي التصنت عن الكابلات الكبر، ممكن يحصل فيها ايه؟ تصنت. ليه؟ لانه كرييت انتنا افكتس، حاجه اسمها تاثير الانتنا، اللي سهل جدا التصنت في الكبر كيبل بالنسبه لكابلات الكبر عن الكابلات اللي هي الاوبتيكال ايه؟ فايبر. الديس ادفانتجز ايه هي بقى؟ الديس ادفانتجز اللي هي العيوب، انستوليشنز اند مينتننس، بتحتاج للصيانه واعاده ايه؟ تسطيب، انك تنزلها من جديد، فدي بتخليها اكسبنسيف. خدت بالك؟ ما ده اللي احنا قلناه، انها غلو سعرها نتيجه بقى كل شويه صيانه، كل شويه انستوليشن. يوني دايركشنال لايت بروباجيشنز، البروباجيشنز بتاع اللايت في اتجاه واحد. اف وي نيد باي دايركشن، طب انا عايز باي دايركشن، اتجاه وعكسه، لا هو يوني دايركشنال، اتجاه واحد. فانت بتحتاج، لو احتجت باي دايركشن هتحتاج تو فايبر، فتكلفه زياده. الكوست، الكيبل وانترفيسز، عشان تانترفيس الكيبل مع الاجهزه طبعا مور اكسبنسيف عن الجايدد ميديا. لو انت لو ديماند اوف باندويث از نوت هاي، انت مش محتاج باند عاليه، فهتحتاج الكواكسيال كيبل، هتدفع اكتر بكتير جدا، في حين انك انت مش مستفيد بهذه الخاصيه او المزايا اللي موجوده عندك. فطبعا لو كان العيوب دي مش موجوده كانوا اشتغلنا كله فايبر اوبتيك، هي المشكله كلها في العيوب اللي موجوده فيه. طيب البروباجيشنز مود اللي موجوده، اللي هي انظمه الانتشار بتاعتنا، في مالتي مود بالنسبه للفايبر اوبتيك، في مالتي مود وفي سنجل مود. المالتي مود ده فيها حاجه اسمها ستيب اندكس، وفي حاجه اسمها جرادد اندكس. الاندكس ده برضو هتاخدوه بالتفصيل ان شاء الله لما تاخدوا ماده الاوبتيكال فايبر، او انا مش فاكر الاوبتيكال كوميونيكيشنز، بتبقى ان شاء الله السنه الجايه الترم الثاني، يعني ممكن يكونوا زمايلكم بياخدوها مع دكتور محمد محمود، فانتوا ممكن بتدرسوا فيها ديتيلز اكتر في المجال بتاع الفايبر اوبتيك، بيبقى ماده كامله يعني، لان دي ماده اصلا، لكن احنا بندي زي ما بنقول ايه، بنشوف البيزكس، الاساسيات اللي انت بتحتاجها. فانت زي ما شايف كده المودز، انا عندي سورس، لو هي بالخاصيه بتاعت المالتي مود وستيب اندكس اهي بيحصل ريفليكشن اهو، لو مالتي مود وجريدد اندكس بيحصل، بس الريفليكشنز بيحصل زي كيرف كده. لو سنجل مود تلاقي ان اللايت بيمشي على طول في الاتجاه بتاعه من غير اي ريفليكشن، زي انه كانه محقق الايه؟ الانكلينيشن انجل، فماشي في الكور بتاعه لحد ما يوصل للايه؟ للديستنيشن. طبعا هنا زي ما انت شايفين افضل حاجه اخر واحده، ان السيجنال مقربه قوي في الديستنيشن من السورس، الباقيين بيبقى فيه اختلاف شويه، يعني ايه؟ طبعا في ديستورشن في الايه؟ في السيجنال بتاعه. ده كلام كافي جدا بالنسبه للجايدد ميديا. نتكلم على الان جايدد بقى، اللي هي الوايرلس. الوايرلس يعني مفيش سلوك، الان جايدد ميديا
بتنقل ايه بقى؟ الموجات اللي بتنقلها الكتروماجنتيك ويفز، موجات كهرومغناطيسيه من غير ما بنستخدم فيزيكال كوندكتور، ما بنستخدمش بقى ايه كابلات ولا كلام من دي، بنقول عليها الوايرلس كوميونيكيشن. يبقى انا بنقل الكتروماجنتيك ويفز. الانواع بتاعتها الراديو ويفز بيتقال عليها الراديو ويفز، والمايكرو ويفز، والانفراريد، ده اللي هنتكلم عنه دلوقتي. يبقى دي اللي هي ايه الموجات اللي احنا بننقلها ايه وايرلس، يا اما تكون راديو ويف يا اما مايكرو ويفز يا اما انفراريد. الراديو ويف والمايكرو ويف بتبقى الباند بتاعها او الرينج بتاعها الترددات اللي انت شغال عليها من 3 كيلو ل 300 جيجا، طبعا بالجيجا. الانفراريد اللي هي العاليه قوي، اعلى من 300 ل 400 من 300 جيجا ل 400 تيرا، وجزء اللايت ويف اللي هو بياخد لحد من 400 ل 900 تيرا. يبقى هنا ده السبيكترم الاطياف، يعني في الفريكوانسي الترددات اللي شغال عليها موجات الراديو اوجات الميكروويف شغاله من 3 كيلو ل 300 جيجا. الانفرا اعلى منها، موجات الانفرا ريد وموجات اللايت ويف اعلى منها في التردد. طب تعالى بص كده معايا في البروباجيشن ميثودز برضو. بالنسبه للجراوند بروباجيشن، لسه طبعا كنت الصبح بدي محاضره ساتلايت فكان حاجات قريبه من هذا الكلام. قال لك انك الجراوند بروباجيشنز، ان البروباجيشنز يتم، ادي سطح الارض بيتم مثلا بروباجيشنز للسيجنال بتاعتك الاشاره على سطح الارض. لو تمت اهي من عنصر من مكان الى مكان اسمها جراوند بروباجيشن، قريبه من سطح الارض قوي اسمها بيلو 2 ميجا هرتز. يعني انا بنقل سيجنال قريبه من سطح الارض من مكان لمكان، طالما شغال على ترددات اقل من ال 2 ميجا هرتز بنقول عليه ده جراوند بروباجيشن. خدت بالك؟ لو من 2 ل 30 ميجا هرتز، يعني زاد الباند بتاعي من 2 ل 30، اسمه سكاي بروباجيشن. ده بيبقى زي ايه؟ انا عندي برج برج اهو بيبعت لبرج تاني، فبيحصل ان البرج ده عشان يبعت للبرج التاني في طبقه اسمها الايونوسفير، اللي هي محاوطه الغلاف الايه الجوي، اسمها الغلاف الجوي بتاعك محاوطه الارض، اسمها طبقه الايونوسفير. الطبقه دي فيها بيحصل ان تاين للغازات فيها، فعشان كده سموها ايونوسفير، لان بيحصل تاين للغازات نتيجه ايه؟ اشعه الشمس. الغازات اللي موجوده في هذه الطبقه بيحصلها تاين. فبيقول لك ان لو حصل ان البرج ده خاطب البرج ده، البرج ده والبرج ده مش شايفين بعض، فعشان يبعتوا الداتا بيحصل ريفليكشن عن طريق طبقه الايونوسفير. ده وايرلس كوميونيكيشن، هو مفيش سلوك ولا بتاع، ده اسمه سكاي بروباجيشن. يبقى في ريفليكشن حصل منين؟ عند طبقه الايونوسفير، وبيبقى الرينج بتاعها من 2 ل 30 ميجا. قال لك لو كانوا الابراج على نفس اللاين اوف سايت، يعني شايفين بعض، ما حصلش ريفليكشن زي اخر واحده، يعني ما حصلش ريفليكشن عن طريق الايونوسفير، برج بعت لبرج، برج بعت لبرج، اي برج، برج البرج ده بيتمثل زي الموبايل كوميونيكيشنز، لما هناخد ابراج بتتواصل مع بعضها، فبرج بعت اشاره لبرج. طالما ان هم على نفس اللاين اوف سايت، طالما ان هم على اللاين اوف سايت مع بعض، يعني شايفين بعض، خلاص، يعني هم طالما ان هم شايفين بعض خلاص كده، بيبقى الترددات اللي شغالين عليها ايه؟ اباف ال 30 ميجا هرتز، اعلى من ال 30 ميجا هرتز. خلاص؟ ده اسمه اللاين اوف سايت بروباجيشن. في ثلاث انواع من البروباجيشن ميثودز: الجراوند بروباجيشن البند بتاعتها اقل من 2 ميجا، السكاي بروباجيشن من 2 ل 30 ميجا، اللاين اوف سايت اعلى من ال 30 ميجا هرتز. كاتب لي هذه الباندز المختلفة والرينج والبروباجيشن والابلكيشن. الترددات القليله هي الجراوند، اللي اعلى منها شويه السكاي، اللي اعلى خالص اللي هي اللاين اوف سايت. طب نشوف كده، في بالنسبه للجراوند في نوع اسمه الفيري لو فريكونسي، ترددات بنشتغل على ترددات قليله او اللو فريكونسي، الرينج بتاعها من 3 ل 30 كيلو هرتز. الترددات اللي شغاله عليها في ارسال الاشاره من 3 ل 30 كيلو هرتز، يعني البند المخصص ليها اللي بتشتغل عليه من 3 ل 30 كيلو، ده بيعتبر جراوند بروباجيشن. نوع الابلكيشن دوت ايه؟ لونج رينج
لونج رينج راديو نافيجيشن، يعني اسمه كده الابلكيشن بتاعي في الراديو نافيجيشن اللي هي الملاحه باستخدام الراديو نافيجيشن، يعني الجي بي اس زي جي بي اس كده بس عن طريق الراديو. اللو اف اللو فريكوانسي من 30 ل 300 كيلو، ده الباند اللي شغال عليها هذه اللو فريكوانسي. ده جراوند برضو حاجه اسمها ايه، راديو بيكونز اند نافيجيشنال لوكيتورز، برضو الحاجات اللي هي الملاحه برضو الخاصه بالجي بي اس. طب الام اف الميدل فريكوانسي الباند بتاعها من 300 كيلو ل 3 ميجا، ده اسمه سكاي بروباجيشنز، دي موجات الراديو الاي ام، موجات الراديو اللي شغال عليه. الاتش اف الهاي فريكوانسي من 3 ل 30 ميجا، ده سكاي بروباجيشن اللي شغال عليها الايه، السيتيزنز باند والاير كرافت كوميونيكيشنز. طيب الفي اتش اف اللي هي فيري هاي فريكوانسي، في تردد بقى الترددات العاليه من 30 ميجا ل 300، اللي هي التي في والاف ام راديو، موجات الراديو بس الاف ام، ما في موجات راديو بتبقى اي ام وفي موجات راديو اف ام، الاف ام بتشتغل على ترددات عاليه من 30 ل 300 ميجا الباند اللي مخصصه ليها. خلي بالك كل شبكه من دول الباندات دي في منظمه اسمها الانترناشونال تيليكوميونيكيشن يونيون هي اللي مديها الباند دي اللي هتشتغل عليها، وبتشتغل على الترددات. وبتروح للترددات دي ازاي؟ عن طريق الكارير الحامل بتاعك هو اللي بينقلها لهذه الترددات. انت طبعا الكارير الاشاره بتاعت الكارير اللي لما بتيجي تعمل الترانسميتر ايه بتحملها على كارير معين، الكارير دوت يخليها في فين؟ في الباند ده، يعني اي محطه انت عايز تحجزها لازم تكون في ايه؟ في الباند اللي موجود قدامي ده، بناء ان دي الباندات المتعارف عليه. يعني الالترا هاي فريكونسي من 300 ميجا ل 3 جيجا، ده اللاين اوف سايت، ده السيلولار فون اللي هو الموبايل كوميونيكيشن، بياخد باندات من 300 ميجا ل 3 جيجا. الباندات العاليه قوي الساتلايت اللي اعلى الرادار والساتلايت، في طبعا الساتلايت ليه باندات قليله، يعني انا شايف كلمه ساتلايت موجوده كذا مره في من الابلكيشن بتاعت الساتلايت. الساتلايت ده ليه ابلكيشنز كتيره، يعني مثلا ايه الجي بي اس ده احدى الابلكيشن الساتلايت اللي هو اللوكيشن. الحاجه تانيه نقل المحطات القنوات الفضائيه، ده ابلكيشن تاني. معرفه الارصاد الجويه والتنبؤات بالارصاد ده حاجات تانية. فكل واحدة دي شغالة على بند معين، دي غير دي دي غير دي، فانت تلاقي ان في حسب الابليكيشن الساتلايت يبقى موجود، عشان ما تقوليش الساتلايت كوميونيكيشن موجود في كل البند، ايه اللي يميز الساتلايت هنا وعن الساتلايت هنا عن الساتلايت هنا؟ الابليكيشن بتاعه، لان يعني في ابليكيشنز كتيرة للساتلايت. انما الموبايل هو في الرينج ده من 300 ميجا ل 3 جيجا، خدت بالك؟ لان الابليكيشنز بتاع الموبايل هو نقل البيانات من جهاز الى جهاز باي صوره ما. طيب فطبعا هنا السوبر ده بيسموه السوبر هاي فريكوانسي، بعد كده الاكسترنالي هاي فريكوانسي، الرادار والساتلايت بتدخل في هذا الاطار. يعني الرادار ده بيشتغل على ترددات عاليه قوي، انظمه الرادار شغال على باند من التردد عالي جدا. الوايرلس ترانسميشن بنقول قسمناها زي ما قلنا ان احنا عندنا الراديو ويف وعندنا المايكرو ويف وعندنا الانفراريد. طب من ضمن الحاجات الشهيره الاومني دايركشنال انتنا، برضك الانتنا دي انت هتاخد دراسه كامله عنها، بس ببساطه الانتنا دي يعني ايه يا جماعه؟ هو جهاز الارسال او الاستقبال، ان انا بستقبل او برسل عن طريقه. واكيد انت خدت معلومه عنه ساعه لما خدت الموديليشن، ان من ضمن الاسباب بتاعه الموديليشن انك بتحمل السيجنال على كارير، فبالتالي ان الموديليتد سيجنال بقى التردد بتاعها عالي، يعني الإشارة اللي بتمشي فيه الهواء بقى ترددها عالي، واخد تردد الكارير الحامل. الكلام ده خدته في كوميونيكيشن ثيوري 1. طب وإيه الميزة إن التردد عالي؟ هو التردد بيتناسب طرديا ولا عكسيا مع طول الأنتنة؟ ها؟ الكلام ده أكيد عارفه. التردد بيتناسب طردي ولا عكسي مع طول الأنتنة؟ مين يقول لنا؟ ها؟ عارفينها ولا لا دي؟ عكسي عكسي، خدتوها يعني؟ خدتوها؟ لا ما خدناهاش بس انا عارف. ما خدتوهاش ليه؟ مش خدتوها في الموديليشن الترم اللي فات في كوميونيكيشن ثيوري 1؟ لا هي لسه في الانتن. لا بس خدتوا المعلومه دي في الموديليشن، بتتقال انها بتتناسب تناسب عكسي مع اللينس اوف ذا انتن. طيب
هتاخدوا العلاقه بالظبط في الانتنه، يعني العلاقه واستنتاج العلاقه هتلاقي انها بتتناسب تناسب طردي مع الطول الموجي، فبالتالي تناسب عكسي مع الـ مع الايه يعني اللينس اوف ذا انتنه بيتناسب تناسب طردي مع مين؟ مع الطول الموجي، او الطول الموجي بيتناسب تناسب طردي مع اللينس اوف ذا انتنه، فعكسي زي ما انت قلت زي ما عمر كده قال مع التردد. طب عكسي، يبقى التردد لما يعلى ده معناه ايه؟ ان اللينس قليل، فانت بتبقى حريص لما بتحملها على كارير زودت التردد فقللت اللينس، الديزاين بقى اسهل. فهنا بيقول لك الانتنه من ضمن انواع الانتنه في حاجه اسمها اومني دايركشنال انتنه، دي هتاخدها بالتفصيل. الاومني دايركشنال انتنه يعني بتبعث الاشعاع بتاعها، ما هي راديشن. خلي بالك الانتنه دي بتعمل ايه عشان تبقى عارف؟ بتحول الالكتريكال سيجنال لالكترومجنتيك. ليه؟ عشان تقدر تمشي في الهواء. ما هو انت بتبعثها، فهي لما تيجي تستقبل تاخد الالكترومجنتيك تحول الالكتريكال سيجنال، فتقدر تتعامل مع الاجهزه، لان الاجهزه بتاعتك بتتعامل، ما تقدرش تتعامل مع الترددات العاليه بتاعت الالكترومجنتيك. فالانتنه هي الوسيط اللي عمال يعمل التحويله دي. يعني الانتنه هي العامل الوسيط بالنسبه لي، او الجهاز الوسيط بالنسبه لي في ذلك. خدت بالك؟ فمن ضمنه اومني دايركشنال انتنه اللي بيعمل الانبعاث ايكوال في كل الاتجاهات، لانه حولها لايه؟ الالكترومجنتيك. ايه اللي حول خد الكتريكال سيجنال حولها الالكترومجنتيك؟ لازم يبقى في حاجه هي الانتنه دي. فلما يحولها الكترومجنتيك ايكوال راديشن، يعني بقى خليها اشعاعات، لو ايكوال ان ذا اول ذا دايركشنز، يبقى ده اسمه اومني دايركشنال، اومني دايركشنال انتن. طيب دي معلومه. الراديو ويف بتستخدم مالتي كاست كوميونيكيشنز. مالتي كاست يعني ايه؟ يعني حاجه بتبعت لاكتر من حاجه، زي الراديو والتلفزيون. هو الراديو والتلفزيون ده بيبعت لناس كتير قوي، وبيقولوا عليه برودكاستنج، ان هو ايه؟ الاذاعه للكل، والبيجنج سيستم. تمام. بيقول لك برده من ضمن الحاجات اللي تعرفها اليوني دايركشنال انتنه، الانتنه اللي بتعمل ايه؟ اليوني دايركشنال يعني بتبعت لك الداتا في اتجاه واحد، يعني زي ما انت شايف كده، ادي الاشعاعات اللي جايه هي عملتها فوكس، جمعتها في نقطه معينه اسمها ديش انتنه. طب والهورن انتنه دلوقتي الشعاع جالها كده، راحت ايه عامله ايه؟ وحدت له الاتجاه، مجموعه كده بس وحدت الاتجاه، اسمها يوني دايركشنال انتنه، هتدرسوها بالتفصيل. برضك بتستخدم المايكروويفز. بقى المايكروويفز بيستخدم لليوني كاست كوميونيكيشن. يوني كاست يعني ايه؟ يعني جهاز بيبعت لجهاز، جهاز بيبعت زي مين؟ السيلولار تليفون، زي الساتلايت. السيلولار تليفون يعني ايه؟ التليفون اللي هو الموبايل كوميونيكيشن، جهاز بيبعت لجهاز سواء باي دايركشن او يوني دايركشن، بس يوني كاست. خدت بالك؟ انت بتبعت لواحد او واحد بيبعت لك الداتا، كانك ايه؟ جهاز ارسال واستقبال. الانفراريد سيجنال بقى اللي هي الترددات العاليه او بتاعت الانفراريد للشورت رينج كوميونيكيشن، طبعا المدى بتاعها شورت رينج كوميونيكيشن في كلوزد اريا، بتستخدم في اللاين اوف سايد بروباجيشنز. يعني لو عندك برج بيتواصل مع برج ان ذا سيم لاين اوف سايد، فده بيستخدم الانفراريد سيجنال، لان بيستخدم الترددات العاليه قوي زي ما احنا ذكرنا كده. انا المحاضره بتاعت الجزء التكنيكال بقى اللي هي بتاعت الشرح الوايرد والوايرلس كوميونيكيشنز انتهينا منها، ودي طبعا في اطار الفيزيكال. ايه فيزيكال لاير؟ المفروض المره الجايه بقى ان شاء الله بكره هنشرح جزء اسمه السويتشنج، شابتر مهم جدا في الكمبيوتر نتورك. كده انا المحاضره انتهت. في حد عنده اي اسئله؟ شكرا يا جماعه.